يا مساء الخير. يا مساء الانوار يا حمادي. تقبل الله صومكم وهناكم الله الفطور التسم. الصيام وقد نحن صايمين، لكن الفطور ما قد فطرناش. يا رجال ما عزموكش؟ من قصدك؟ القصر الجمهوري الفندم الجديد. الله، على القصر الجمهوري انا منتظر رساله منهم، لكن ولا شفنا اي رساله، ما عاد نشوفش حتى القصر. عجيب، مش اللي انتم مؤتمريه؟ هذا كان زمان زمان زمان، ايام باسندوا. اي والله كان يعزموكم على القصر والرئيس هادي، وتتلعوا ما تروحوا وتبلتوهم وتصيروا الثانيه عند الزعيم. ايام شرق 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 شرق، واليوم ما حذقتوا ولا مطلب مراك. فينك ناس تضحك عادك يا حمادي، وما عاد الا نضحك عليكم. كيف فعلتوا برواحكم؟ كان ما نسوي. خلاص ما دام قد احنا في بيه نستمتع. يا هنا السلام عليكم. لا تستغربوش من أي شيء نهائيا، بعد الانقلاب كل جريمة وفضيحة ما تقل إلا من الحوثيين، طبيعية جدا، نورمال. يطلعوا هذا البرميل رئيس لجنة بصرميطية، الساعات هذا بدلة برتبة ويلبسها ويقول لوار ركن وقائد وغيره وغيره وغيره. ذولا مش موضوعنا، موضوعنا هو هذا القصر الجمهوري. القصر الجمهوري زمان، ولا القصر الجمهور لي الآن؟ التحالف قال هذا قصر قديم وتحفة معمارية ووسط أحياء سكنية ولا يمثل هدف عسكري، فتركوه سليم. إنما زي ما تعودنا، اللي ما يتسببوش بخراب والحوثة واستقلاب القصف عليه يتولوا مهمته هم بتدميره. طيب نحن على إيش نتكلم؟ على إيش نتكلم؟ على هذا القصر يا جماعة، بالمفتوح صار زريبة. أي والله يا شعب زريبة لهذا الثور. سيدة القصر، أنا هنا سيدة القصر. سيدة إيه؟ سيدة القصر، سيدة القصر. هنا يتبطح بالحوش، وهنا يتفحرر بالغرف حقه وعايش فيه هو بقية الغفر. وهات يا عزايم من يوم ما تزوق قبل رمضان. لا مأدوبة الإفطار الرمضانية. كان زمان 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 من شروط دخول القصر الجمهوري لازم تكون لابس بدلة رسمية موجودة بالدعوة، مش لابس بدلة رسمية راعي فرع، ما عدا الشخصيات القبلية وعلماء الدين. وفي زمن حنشان الظما، زمن القراد والضفادع والكتن، لازم تدخل مخزن ومبحشم. وريحهم واللي ما قد خزن الكيس العلاخي بالجيب. طبعا مع احترامي للمقاومه اللي يطلب الله بشرف، بس هذا البرميل مظلوم ورب العزه انه مظلوم ومغصوب على شيء ما يحبوش. كان يعني مرتاح بالقتال ومرتاح كذا، لا بالله القائد حقه قال لك رئاسة وكلام فارغ. الناس دخلت القرن 21 واليمن دخلت قرن صوتي، قالوا له قرن الشيطان لم ينكسر، قال ضموه عيب تاع بكرة. وطبعا أول مشروع أقى في باله وأول مشروع عمله طلع رصيف سوق الرشيد لأجود أنواع القات البلوط. وأول ما عمل حفلة بالقصر الجمهوري راح جمع المقاوتة والزباين حق زمان ومواهب البحاشيم. ومن أول رمضان هات لك يا عشوات ومقايل، ودام الله السرور والمجهود الحربي نعمة نعمة الله، والكباش على القبائل واللي بتقرح رؤوس عيال الناس، ويقول لهم كلمتين بداية كل عشوة الرحمة للشهطاء، وبعد كل قشوة الغفران للشهداء. نتذكر أسر شهدائنا، لأن
لنترحم على شهدائنا. أخوان الشهطاء حقكم وأهاليهم يأكلوا الفتات في الشهر الكريم. مكنتوهم المزيط والمزيط وصامتون مصدقين انكم بتجمعوا للقبهات وجالسين يبذلون الان وهات لك واكباش وذهب وفلوس على اساس انهم منتظرين انكم تدخلوا عسير وقيزان تظهروا من تعز ولا تعملوا دي النكبات في القصر الجمهوري. ها اتفرقوا على غقرية الموائد. هذه مائدة في القصر الجمهوري في زمن الجراد والضفادع والكتن الحوثية. وبعد سنة ونص وسط كل هذه الصرفيات والبهذلة وقات وشمة ومعفنين مليئة عند القصر الجمهوري جمعوا من ضمن ما جمعوا بقايا مقاتلين ملشاويين ذولاك اللي وقع لهم حقهم وبعدين تركتهم مقاومة الطواعش بتعز واعتقلنهم في الشهر الكريم. اسمع 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 ايش يقولوا بالمسيرة. في استقبال مهيب يليق بالتضحيات الجسام لأبطال الجيش واللجان الشعبية. إلا أقول استقبال مهبب استقبال ملبب استقبال محبب قال مهيب مهيب من فين ده ويطلع لهم عبد القندي لابس برضو الزي الرسمي حق المقوتي يهنئ مكسوري الناموس ويأكد له إنه القحملية لم تسقط بعد. وين الهذا من الهذا سدينا على عسير وعلى جيزان وعلى انه بنحق بالبنادق تقول لي انك ماسك القحملية غادي الله بغادي. عن سعادتنا الكبيرة بخروجكم ولقائكم اليوم مع أهلكم. جنة حين رجعت لأمك الغالية من فين؟ من تعز؟ مش اللي قلت لها انك بتدخل تحق بالبندق مسكينة مستنية لك تظهر بقناة مكة بقناة السعودية وانت تحق بالبندق بس على الاقل من حرب مش من سمارة. لو عاد سارق الساعات الهارب من معارك تعز يحدثهم عن الجهاد ويحدثهم طبعا عن جهاد الحبوس باعتباره طبعا خريج سجون وصاحب سوابق جهادية في قسم النشل وسرقات الساعات بالبحث الجنائي والآن قدوا مطلوب دولي. الأسر هو جزء من روابط الجهاد ومن دوافع استمرار النظام. أيوة أيوة يا أبو علواء ما أحلى الجهاد وما أرتبوه. أضحكوا لكم على عيال الناس أضحكوا أضحكوا إيش معاكم. هذا يكلمهم عن السجون والثاني ذاك يكلمهم عن الجبهات والاثنين طبعا في ذهنه وفهنه وتخازين في القصر الجمهوري وريحهم. ومن هذه المناسبات يقول لك قد القصر الجمهوري يعاني من كارثة بيئية ويا ليت الا القصر الجمهوري بصنعاء قد فتحوا البخية لوكندات. عندكم هذا قصر الحديدة فتحوه ابو خرفشة لوكندة ب 150 ريال السمرة بس ولو باترقد يقول لك ب 250 ريال بس ما فيش كهرباء. المهم ابو خرفشة ابو الحديدة شاب برميل الثورة كذا واخذ راحته بالقصر الجمهوري بصنعاء وقال انه هذاك القصر الجمهور له وهذا اللي في الحديدة القصر الجمهور لي وش ولا نخص.